امرأة مثلا تقول عندها جني عاشق، نحن نصطلح نسميه جنيا عاشقا، تقول مثلا أرى رجلا يأتي فيجامعني. نعم. هل سبق وأن رأيت جنيا؟ أنا شخصيا حدثت لي وقائع. لا وقائع رؤية. أنا شفت بنفسي الجن. فأصيب بنوع من الجنون. هو ذكي لكن كلامه غريب. يقول لك القرآن أنه محرف وأنه ليس كلام الله واليهود سوف يأتون يختطفوا أبنائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوانا الكرام أخواتي الكريمات، أهلا وسهلا بكم. نشكر جريدة ريحانة بريس على هذه الاستضافة عندي، وأشكر الصحفي عبدالوفي العلام على مناقشته لهذه المواضيع المهمة المرتبطة بالرقية الشرعية وعالم المس والعين والسحر، وأسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد. بالنسبة لرؤية الجن للإنس، هذه المسألة يجب أن نفصل فيها بين رؤية الجن على طبيعته وبين رؤية الجن متشكلا. فرؤية الجن على طبيعته من طرف الإنسان هذا أمر مستحيل، لقول الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أي أن الله قد قطع اليقين في هذه الآية بأن الجن وحده الذي يستطيع أن يرانا، في حين أننا لا نستطيع أن نراه. أما رؤية الجن متشكلا فقد دلت عليه أدلة كثيرة، من بينها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لأبي هريرة بأن الذي كان يزوره كل ليلة هو شيطان في قصة السارق الذي كان يأتي في كل ليلة، والحديث قد روى الإمام البخاري وغيره من الصحاح. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصنف الجن فقال الجن ثلاثة أنواع أو ثلاثة أصناف، جن يحلون ويضعلون، وجن حيات وعقارب، وجن يطيرون. ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين أصناف الجن وقال بأن من الأصناف من هم على شكل حيات وعقارب. فيمكن أن يرى الإنسان آثار الجن وليس الجن بنفسه. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد اختفى في ليلة فبحثوا عنه فلم يجدوه، ففي الصباح لقوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لقوه صلى الله عليه وسلم حكى لهم أنه قد لقى الجن في تلك الليلة، فأراهم النبي، قل ابن عباس أنه أخذهم النبي فأراهم النبي آثارهم وآثار نيرانهم. وهذا يدل على أنك يمكن أن ترى أثر الجن، مثلا ظل ضرب شي حد ولا حرك شي حاجة ممكن أن ترى أثر. أما رؤية الجن بنفسه في صفته الحقيقية فهذا مستحيل شرعا ومستحيل عقلا كذلك. طيب، بالنسبة للناس الذين يسمون بالقرآنيين وهم الذين يقدمون القرآن الكريم على غيره، طبعا القرآن المقدم، ولا يستدلون إطلاقا في المسائل العقائدية وفي مسائل العبادات أحيانا بخبر الأحد، بماذا نجيبهم؟ أولا خصوصا في الأمر الذي نتحدث عنه، نعم، في خاصة في المسائل الغيبية المتعلقة بالجن والملائكة والشفاعة والمسيح الدجال وغيرهم. بالنسبة للأخذ بخبر الأحد وعدم الأخذ بخبر الأحد، أول سؤال نطرحه لهؤلاء الناس، القرآن الكريم حينما يوجهنا للأخذ بالسنة يقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بغينا نطبقوا حنا هذه الآية، يا ربنا نحن سمعنا وأطعنا سوف نأخذ بما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهل إذا جئنا لنأخذ بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام سوف نجد أن كل ما قاله النبي كان خبرا متواترا ولم يكن خبر أحد؟ العكس هو الصحيح، فإن عدد أخبار المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام قليل جدا جدا، يكاد يكون نادرا في المسائل العقدية حتى في مسائل الصلاة. يكذب الصلاة المسلمين كلهم يصلون بصلاة واحدة والكل متفق على أنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر يعني قربنا من السنة وبعدنا من السنة. فهل هناك أحاديث متواترة تصف الصلاة من بدايتها إلى نهايتها تواترا لفظيا ومعنويا، يعني أن جو الصحابة نقلوا لنا
الخبر أن النبي فعل وفعل 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 حرفيا، أم أنهم اختلفوا في طريقة الرواية؟ وإلا لما وجدنا أن هناك من يختلف مثلا في النطق بالبسملة، هل تنطق جهرا أم لا، في مثلا صلاة الجمعة هل أذان واحد أم ثلاث أذانات، بزاف ديال المسائل الشرعية التي اختلف فيها الصحابة. إذا ملي كنشوفوا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يرووا كل تفاصيل النبي عليه الصلاة والسلام بالتواتر، إنما هناك تواتر معنوي وليس هناك تواتر لفظي. طيب أنا الآن سوف أوجه رسالتي للمرضى الذين يشاهدون الجن ويشاهدون عوالم الجن. بعض الناس يقول لك أن نشاهد الجن، هناك ثلاث أحوال لمشاهدة الجن وهو متشكل على غير طبيعته التي خلقها الله علينا. هذا قلنا بأنه قطعا لا يمكن للإنسان أن يشاهد الجنية على طبيعته الحقيقية. هناك من يرى الجن في المنام، يتشكل له في المنام، وهذا دلت عليه أدلة من الكتاب ومن السنة أن الإنسان يرى الشيطان متشكلا لكن لا يراه من حوله. مثلا بعض الناس يقول لك أنا أشاهد الجن، أشاهده في صورة امرأة أو في صورة رجل يتبعني وأنا في حالة اليقظة، لكن حينما تسأل الناس هل شاهدتم ما شاهد يقولون لك لا، هو وحده الذي يشاهد. وهنا الحالة الثالثة هو أن يشاهده ويشاهده معه الناس، أن نفس الشيء يقع وكلنا نشاهد آثار الجن أو أفعال الجن أو شيطان متشكل في صورة إنسان أو في صورة حيوان، فيراه كل الناس كما رأيته أنت. إذن الحالة الأولى التي هي مسألة أن يرد الجن عليك في المنام، هذه تقع لغالبية الناس، ولا نكاد نستثني أحدا إلا الأنبياء والمرسلين، أنه لا يدخل الشيطان إلى مناماتهم، لأن مناماتهم رسالة من الله ورؤى حق. بعض الناس في الحالة الثانية قلنا أنه يقول أنه يرى الجن ولكن لمعه ما كيشوفوش. مسألة التشكل من ناحية شرعية، كيف يمكن التفريق بين جني تشكل في صورة حيوان أو إنسان وبين حقيقتهم الأصلية التي خلقوا عليها؟ امرأة مثلا تقول عندها جني عاشق، نحن نصطلح نسميه جنيا عاشقا، تقول مثلا أرى رجلا يأتي فيجامعني. الناس اللي معاك يقول لك نحن نشاهد حركات ونشاهد ضغطات على الجسد لكن لا نرى الذي يضغط، في حين أنها ترى شخصا يمسها. مثلا هناك من يرى بأن هناك جنيا على صورة حيوان أو على صورة إنسان عضه، فتظهر آثار العضة في يده، وكما قلت أن هذه الأخبار تتواتر، إني عند هذا الراقي وذاك الراقي وهذا العام وذاك العام، يعني مثلا كل صار يأتيك شخص عنده هذه الحالة، ما كانش يكونوا اتفقوا على الكذب وكلهم. هل سبق وأن رأيت جنية؟ أنا شخصيا حدثت لي وقائع. لا وقائع ولي أنا شفت بنفسي الجن. الواقعة الأولى التي لا أنساها هو أنه قد وقعت لي في هذا البيت الذي فوق، كنت طفلا صغيرا في عمر تقريبا 5-6 سنوات، وكان هناك جني يأتي فيلاعبني يلعب معي، ولكن سبحان الله أنا لم أكن أعرفه ولم أكن أدرك ولم أكن أعلم أنه في ذلك الوقت جني، حتى كبرت عرفت نقول شكون كان كيجي يلعب معايا. يعني كان يأتي في سطح البيت، كنت كنشوف واحد البلاصة مرتفعة فينزل فيلعب معي وننهي ألعابنا وأذهب إلى حال سبيلي في البيت ويذهب إلى حال سبيلي. عمري ما قلت لأهلي أن هناك من يأتي فيلاعبني، ولم يعني أتنبأ إلا بعدما كبرت. مسألة ثانية، مثلا مرة كنت يعني في مرة كنت رقيت إنسان وكان هناك يعني قوة في الرقية وكان هناك صعوبة وما إلى ذلك، فرأيت شخص في المنام، عفوا استفقت المنام فرأيت شخص أمامي يهددني، فتبعته فدخل في يعني كنقول احنا ماريو في الدولاب، دخل في الدولاب واختفى. وهناك شهادات كثيرة جدا لناس أنهم رأوا الجن، مثلا واحد الشخص، هما كثير القصص كثيرة لأناس نحسبهم من الصادقين من آبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وأخوالنا، وحتى منك أنت لسولت تقول لي سبق وأنا تكلم أحد ما والآخر دبر السعب الوفي لم دبر يشير لأنه قد رأى. فكاين قصص تواترت عند الناس بأن كاين فعلا شفنا وقعنا وكذا وكذا وكذا. فرجل حكى لي أنه في بيته يسمع أصوات وهناك حركات، أن هناك شيء يتحرك في البيت.
ربما يكون فيلان، ربما يكون ممكن يكون فأر ولا شيء حاجه، ويمكن يتشكل الشيطان في صفه فأر. فمره يعني راى شيء امامه طار، ضرب في شيء فذاك الاناء طاح، فالام ديالو قالت حتى انا شفت، قلبوا ما لقاو حتى شيء، لا شيء، وداخل البيت ما كاينش شيء مصدر اطلاق. واحد الحاله كتفكرها في 2009 كان يتابعوها احد الاخوه من مدينه سلا، كانت وافقيه تمكن وكيدير الرقيه قديم قبل ان يعرف الرقات وان تعرف سيره الرقات. ذهبنا لحاله في مدينه سلا لرجل كان عاقلا موظفا، حياته طبيعيه جدا. في يوم من الايام جالس مع زوجته، تقول زوجته وتقسم، تقول انها رات كان شيء نور ضربها على ضربه على راسه هنا، فقفز من مكانه وراح كيجري خشرته تحت الروبيني، وبدا كيصب على راسه داك الماء يبرد حر ذلك الالم الذي قد اصابه. فاصيب بنوع من الجنون، هو ذكي لكن كلامه غريب، يقول لك القران انه محرف وانه ليس كلام الله، واليهود سوف ياتون يختطفوا ابنائي، وظل على ذلك تقريبا. نقول لك مشينا، وكنت انا بقيت في صغير، يعني كنت اتعلم الرقيه في ذلك الوقت، الاخ لازمته وتابع حالته ولم تكن هناك يعني استجابه ايجابيه كبيره، ودازت 3 أو 4 سنوات واتصلت بتلك المراه على رقمي انا وهي نسيتني وقالت لي زوجي وقال وقال، فقلت لها هل وقع له كذا وكذا وكذا وكذا، نعم، فقالت لي نعم، يعني حكت لي نفس القصه. وكما قلت لك هذا الشيء كثير وكثير جدا ويضيق الوقت بذكره.